نسمع حفيظ دراجي يتكلم ويقول من حق ياسين عدي أن يختار فرنسا، لكن عليه أن يدرك أن الجزائر لن تكون خيارا بديلا. يلا نسمع حفيظ دراجي. إخواني وأخواتي، شكرا لكل من دعمني بهذه القناة باللايك والاشتراك في القناة. جام وأبوني، أشكركم جميعا إخواني وأخواتي. أهلا، حبيت من خلال هذا الفيديو القصير نعلق على خيار مهاجم نادي وسط ميدان نادي الميلان ياسين عدلي، خياره للالتحاق بالمنتخب الفرنسي بدلا من المنتخب الجزائري، باعتبار أنه حامل للجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وباعتباره أيضا من أبوين جزائريين، يعني من الأب والأم. وكان منتظر من قبل الجماهير الجزائرية منذ مدة لكي ينضم إلى الخضر. حبيت نعلق ونقول بأنه هذا الأمر ليس جديدا، وهذا الأمر عادي وطبيعي، ليس جديدا، لأنه كان واضح من زمان بأنه خياره متوجه نحو فرنسا، وليس جديدا لأنه كان رد على جمال بالماضي، قبل سنتين كان تواصل معه من أجل الالتحاق بالخضر ولكنه طلب مهلة للتفكير. وقبل نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار كان عاد التواصل بينهما، وجدد ياسين عدلي رفضه المبطن حتى لا أقول شيء آخر، وهذا أيضا من حقه لأنه مثل ما قال يريد مشروع، حسب ما قال بالضبط، قال أريد اللعب في المستوى العالي. من حقه هذا؟ لأنه قصد خيار مشروع رياضي مع منتخب فرنسا، حدث هذا حتى قبل أن يستدعى للمنتخب الفرنسي، إلا إذا كانت عنده معلومات بأنه سيستدعى في التربص القادم أو قريبا مع المنتخب الفرنسي ليشارك في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا القادمة. هو هذا أمر مستبعد، لأنه متتبع لمشوار ياسين عدلي يدرك بأنه أي نعم وقع مع الميلان لمدة 5 مواسم، ثم أعير لبوردو، ثم رجع لميلان الآن، وصار يلعب منذ رحيل ساندرو تونالي وإصابة إسماعيل بن ناصر، اتيحت له الفرصة فظهر وبذر وبرز وأكد إمكانيات كبيرة جدا سمحت له بالعودة إلى الواجهة، والآن تقريبا هو الذي يغازل المنتخب الفرنسي عندما قال بأنه اختار اللعب للمنتخب الفرنسي قبل أن يستدعي ديدي ديشو. في الحصيلة كاملة يجب أن نذكر بأنه يحمل جنسيتين، من حقه الاختيار، ونذكر بأنه هذا اللاعب لعب 47 مباراة دولية مع منتخب مختلف المنتخبات الشبانية، بدءا من أقل من 17 سنة إلى أقل من 18، أقل من 19، أقل من 21، وأقل من 23 سنة، حوالي 47 مباراة دولية لعبها مع منتخبات الشبانية، وطبيعي جدا أن يستمر مع المنتخب الفرنسي إذا أتيحت له الفرصة. ولكن أيضا من حقنا وطبيعي جدا أن نطالب ونقول بأنه الجزائر لا يجب أن تكون خيارا ثانيا بالنسبة للاعبين، وعندها يقال بأنه هذا خيار القلب. لا، يجب أن نفرق، نحترم خيارك ولكن يجب أن تحترم أيضا خيارنا وموقفنا من أنه الجزائر يجب أن تكون الخيار الأول وإلا فلا. توفيق لعدلي إذا استدعي في المنتخب الفرنسي، وبالتوفيق أيضا لكل اللاعبين الجزائريين في الداخل والخارج من مزدوجي الجنسية، أيضا من الذين يرغبون في اللعب لفرنسا أو للجزائر، يجب أن تحترم ذلك، وبالمقابل أيضا نحترم أنفسنا بشكل كبير. سلام.